Welcome everyone. Tonight. أهلا وسهلا بالجميع. لدينا اليوم مساء، هذا المساء ندوة خاصة تتعلق بالإبادة الجماعية المستمرة في غزة. سنستمع إلى المجتمع المدني الفلسطيني، سأعطي ملاحظاتي بالنسبة للذين يريدون السماع إلى الترجمة باللغة العربية. ترجمة باللغة العربية بأسفل الشاشة موجود interpretation اللي هي على شكل الكرة، ممكن تضغط عليها وتختار اللغة العربية. I would like first to ask everyone. بداية أود أن أطلب من الجميع أن نأخذ دقيقة صمت على أرواح ضحايا الإبادة. Thank you all. شكرا. Here were the hills sloping before the sunset and the chasm of time. هنا Where the تتوقف seasons الأمور. have been calculated. We do what the fishes الظلال، say. We do what the الشمس locals ألقت say. بظلالها على We do hope. We have hope we الحدائق. might survive. معنا We اليوم meet ثلاث with ضيوف fellow civil society مميزين، قادة في members المجتمع of the المدني Palestinian community الفلسطيني، يجتمعون معا لنقل التجربة الفلسطينية في ظل الإبادة الجماعية وكيفية مقاومتها. لدينا قائد شبكة المؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، و رسالة أمجد كانت صعبة جدا أن نحصل عليها، حيث أنه متواجد في غزة. كان علينا تحرير الفيديو قليلا لكي يكون مفهوما، ولكن باعتقادي أنه سينقل رسالة قوية فيما يتعلق بالوضع الراهن. ومن ثم ننتقل إلى رسالة من راجي سراني، وهو مدافع عن حقوق الإنسان ومدير مركز حقوق الإنسان في غزة ومنسق الموضوع الفلسطيني، يمثل الضحايا في المحكمة الدولية. ولدينا أيضا في بث مباشر السيد شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، وهو من المدافعين عن حقوق الإنسان وعضو في فريق جنوب إفريقيا القانوني في أمام المحكمة الجنايات الدولية. سنبدأ مع فيديو أمجد الذي ينقل الصورة من غزة. يعني as I said, no one can describe what's going on. لا يمكن لأحد أن يصف ما يحصل حاليا. Very difficult conditions. هذه الظروف المعقدة جدا والصعبة جدا، غير مسبوقة. كل ما تعلمنا ولكن هذا لم يحصل. تحدثنا عن غزة والشمال، الكثير من التحذيرات والدعوات من مواطنينا ومن الأصدقاء والأهالي والأقارب. بدأ هنالك مجاعة بسبب نقص الغذاء، بسبب الهجوم الفلسطيني الذي ينتظرون، أو الذين لا يمكنهم الوصول إلى هذه المساعدات الإنسانية التي تحاول الدخول إلى غزة. نحن نتحدث عن كميات محدودة جدا تصل إلى شمال قطاع غزة.
المنشآت الصحية، الناس يموتون دون أن يتم تسجيل وفاتهم، هجومات يومية على المباني، أو الكثير من الحيوات يتم فقدانها بسبب هذه الهجمات الإسرائيلية. ما يدخل عبر معبر رفح هو كميات محدودة من المساعدات. قبل هذه الحرب كانت تدخل 500 إلى 600 شاحنة تحمل البضائع، ولكن الآن نحصل على حوالي 150 إلى 200 شاحنة في ظل هذه الكارثة. ولا يمكن المقارنة بين الظرفين. حتى قبل الحرب 600 شاحنة ليست كافية، ولكن الآن نحن نتحدث عن أناس فقدوا مصادر دخلهم منذ 6 أشهر، لا يتوفر لديهم المال لشراء أي شيء، إن توفر شيء لشرائه. كميات محدودة جدا من المساعدات تدخل، مثلا حليب الأطفال، حفاضات الأطفال، الخضروات مثلا أيضا، باهظة الثمن. الهجمات الإسرائيلية استهدفت المزارع والمناطق الزراعية في مناطق شرقي قطاع غزة، وبالتالي كميات محدودة من الخضروات متوفرة. وجزء ما تقوم به المؤسسات المجتمع المدني هي أن تقوم بشراء الخضروات من المزارعين وتوزيعها على الأسر، ولكن نقوم بشراء كميات محدودة جدا. لكن من الأمور التي نقوم بها هي أن نحاول الوصول من خلال نحاول إيصال الخدمات الصحية ومسألة الأدوية هي مسألة أيضا صعبة. نحاول كل ما بوسعنا الدعم النفسي الاجتماعي، لدينا عدة وحدات، ويمكنني أن أقول أن هذا غير مسبوق. الهجمات والتفجيرات والقصف، وقاموا بقطع الأدوية والطعام والكهرباء، وهذا لم يحدث من قبل. والأمر الرئيسي الغير متوفر هو مسألة الحماية، وهذا لم يحصل على هذا النطاق الواسع الذي نشهده. لدينا حوالي 6% قتلوا أو أصيبوا أو اختفوا. نحن فخورين، أود أن أنتهز الفرصة لأعبر عن فخرنا الشديد بزملائنا الذين يعملون يوميا للوصول إلى المواطنين ومحاولة إيصال الخدمات إليهم، الخدمات المختلفة، أعمال المناصرة. التجربة الشخصية تركت كتجربتي الشخصية تركت منزلي باعتقادي أنه ستكون لمدة ساعات قليلة، وبالتالي غادرت بملابسي وبعض الحقائب مع عائلتي. أعتقد أننا سنعود بعد بضعة ساعات، وهذه الساعات أصبحت 6 أشهر. نحن تمت إزاحتنا من منازلنا كغيرنا من المواطنين. نحن نعيش مع 40 شخص في شقة صغيرة. طوال هذا الوقت أنا أفكر في أطفالي، ولكن أفكر أيضا في الأسر والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، وبالتالي هذا يعطيني طاقة لكي أقوم بمزيد من العمل وللوصول إلى الوكالات الأخرى مثل الأونروا، والتي هي
محور المساعدات في قطاع غزة و برنامج الأغذية العالمي حول التأثير على عملية التوزيع ليكون هنالك توزيع عادل، مع اليونيسف فيما يتعلق بمسألة المياه والدعم النفسي الاجتماعي، و يو ان او سي اتش ار فيما يتعلق بحماية المرأة، وعلينا المتابعة مع عدة قطاعات وتمكين صوت أيضا المؤسسات الدولية يكون لنا صوتنا أيضا فيما يتعلق بمسألة ابني الأصغر هو عمره 14 عام، كان يتجه نحو البقالة في الأسفل، وكان هنالك تفجيرات كبيرة في الحي، وبالتالي خرجنا لنرى ماذا يحصل حولنا. وما أذكره ثم ذكرته أن ابني في البقالة التي مقابل المبنى الذي تعرض للقصف الإسرائيلي، وبالتالي ركضت نحو ذلك المكان ووجدته متسخا بالغبار ويبكي، كان خائفا للغاية. ومنذ ذلك الحين لا ينام إلا بجانبي. هذه ليست بمهمة سهلة علينا. لدي ابنتان أيضا، سارة she's studying سارة تدرس طب الأسنان وهي في السنة الرابعة، ويمكنكم أن تتصوروا ما يعنيه أن الجامعة تدمرت، المختبرات في الجامعة تدمرت، وبالتالي فهي تقول أن مستقبلها قد دمر. وأحيانا أقول لهم أنهم لستم لوحدكم، هنالك غيركم أيضا، وزوجتي أيضا تعمل مع الصليب الأحمر وفي دير البلح، وتقدم الدعم النفسي الاجتماعي والتنفيس للعائلات، وبالتالي تقوم بذلك مع عائلتنا ومع الآخرين. هذه الجرائم ليست ضد الفلسطينيين لوحدهم، بل هي جرائم ضد الإنسانية. وهذه الهجمات غير المسبوقة هي هجمات ليست فقط على الفلسطينيين، هذه الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني والقانون الدولي والمبادئ الأساسية. لو حصل ممكن أن يحصل في أماكن أخرى، وبالتالي يجب اتخاذ التدابير والإجراءات لوقف هذه الجرائم ضد الإنسانية ولحماية الأطفال. وعلينا أن نعمل بالتوازي لحماية المدنيين ووقف الهجمات ضد الشعب الفلسطيني، وفي الوقت ذاته أن نسمح بإدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية دون أي قيود للناس الذين يموتون من الجوع بسبب نقص الغذاء والأدوية. أشكركم جميعا على العمل الرائع الذي شهادة قوية من أمجد. طلبت من سألت سيد سوراني سابقا ما هي التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهل خلفت بالتزاماتها؟ يعني as I said مثل ما قلت، Palestinians didn't invent international law, international humanitarian law. They didn't invent the Geneva
لم يخترع الفلسطينيون القانون الدولي، ولم يخترعوا معاهدات جنيف، المعاهدة ضد الإبادة الجماعية. هذه النخبة من التجربة الفلسطينية، والتي تم استخدامها التي استنتجت بعد الحرب العالمية الثانية أن المدنيين يجب حمايتهم في وقت الحرب، حين فقد أكثر من 85 مليون مدني في الحرب العالمية الثانية، بما ذلك في الهولوكوست وما حدث مع المجهر و الغجر عفوا. لهذا السبب الجميع استنتج بأن الحروب تكون بين الجيوش، ويجب حماية المدنيين والأهداف المدنية. إسرائيل كقوة محتلة من اليوم الأول حاولت ألا تخضع للقانون الدولي، بحيث بدعائها بأنها لا تحتل الأراضي المحتلة بل تقوم بإدارتها، ولا تسميها بأن ونحن لا نسميها بأنها محتلة بل أنها أراضي متنازع عليها. وبالتالي وبالتالي لا يريدون أن يتم تطبيق عليهم التي تحمي المدنيين في وقت الحرب، ولكن لم يتفق أي أحد مع إسرائيل، والجميع اتفق على أن هذه أراضي محتلة في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية منذ العام 1967. وبالتالي فيما يتعلق في المدنيين، إسرائيل تتعمد استهدافهم، لا لم خالفت كافة مواد القوانين الدولي، وانتهكت كافة مواد القانون الدولي والمعاهدات جنيف والمعاهدات المختلفة، وكافة الممارسات الإسرائيلية توضح ذلك جليا. وسأتناول بعض المسائل بشكل خاص. حين نقول أن المستوطنات هي انتهاك جسيم لمعاهدة جنيف المادة 49، وإسرائيل تقوم بذلك، ولديها مليون مستوطن في الضفة الغربية. حين نتحدث عن الضم والجدار الفاصل، وقالوا بكل بساطة أن هذا غير قانوني ويجب تدمير هذا الجدار، و كافة الممارسات المتعلقة بالقتل المتعمد، الإعدامات الميدانية، القتل المستهدف، التعذيب، اعتقال الأطفال، واجتياح المدن والمخيمات والقرى في الضفة الغربية وقطاع غزة. كل هذه الممارسات هي ممارسات معروفة وتوضح انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة. قصة مختلفة تماما، موسم مختلفة. لدينا ست حروب حدثت، و إسرائيل استهدفت في هذه الحروب مدنيين وأهداف مدنية، وهذا واضح منذ العام 2008 2009. وإسرائيل لم تسمح لأي جهة تحقيقية من الأمم المتحدة أو غيرها بأن يدخلوا الأراضي المحتلة. في الهجوم الأخير منذ السابع من أكتوبر، إسرائيل بكل بساطة ووضوح قامت بجرائم أو ارتكبت جرائم غير مسبوقة. ومنذ الأيام الأولى، أذكر نحن وزملائنا في هذا المجال وزملائنا الدوليين أيضا في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها من المناطق، كنا نتناقش ما إذا كان ما يحدث هو فعلا إبادة جماعية أم لا. وكان الاستنتاج
واضح بعد نقاش مختصر بأن ما يحدث هو عبارة عن إبادة جماعية، لأن إسرائيل في المحورين الرئيسيين من جرائم الإبادة الجماعية هي النية، وهو غالبا ما يكون الجزء الصعب إثباته، صعوبة إثبات نية الدولة ارتكاب الإبادة الجماعية، ولكن هذا كان واضحا وتم التعبير عنه ليس بالصدفة بل برؤوس الدولة من الجهة السياسية والجهة العسكرية بأنهم لا يفرقون بين المدنيين الفلسطينيين في غزة وحماس، كلهم إرهابيين وكلهم سيتم استهدامهم، والفلسطينيين هم حيوانات بشرية. إذا رئيس الدولة لا يفرق بين المدني والمجموعات المسلحة، فهذا يعني أنهم يستهدفون كل شخص في قطاع غزة، وهذه واحدة من الأمور. المسألة الثانية، نتنياهو طال من ورقة، كان يقرأ من ورقة مكتوبة أن جميع الغزيين يجب عليهم مغادرة غزة. السؤال إلى أين؟ إلى البحر، إلى سيناء، العودة إلى أراضيهم ومنازلهم التي هجر منها من الداخل الخط الأخضر، ولكن كان يعني أن الغزيين يجب عليهم مغادرة غزة إلى سيناء وإلى مصر. ومن ثم لدينا جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي، وزير الجيش، قال بكلمات بسيطة وواضحة بالنسبة لغزة: لن يكون هنالك ماء أو غذاء، لن يكون لديهم أي وقود أو كهرباء. طبعا قصد إحداث المجاعة في غزة، إزالة الصفة البشرية عن غزة. يمكنني أن مواصلة الحديث عن الكثير من التصريحات القبيحة، ولكن أتحدث عن رأس الهرم وما قالوه رأس الهرم في الأيام الأولى من النزاع. كل هذه التصريحات تمت قبل 10 أكتوبر، يعني خلال 3 أيام من 7 أكتوبر، وكل ما قاموا به بعد ذلك هو تنفيذا، وأنهم يعرفون إلى أين يتجهون. ولذلك نحن شاهدنا بعد ذلك، وحتى بالنسبة لي كشخص عاصرت كل الحروب الستة السابقة، نحن واجهنا صدمة كبيرة، دمار مهول غير مسبوق بتاتا. يمكنني أن أؤكد لكم أن 80% من غزة أزيحت عن الخريطة، لم تعد موجودة، بدون أي استثناء لأي مستشفى أو مخبز أو ملجأ أو مدارس الأونروا. أو كنائس أو جوامع لم يتركوا. even the حتى desalination محطة تحلية المياه، محطات تحلية المياه التي كلفت مئات الملايين من اليوروهات، أيضا قصفت. الطاقة الشمسية، مصنع أو شركة الكهرباء، أنابيب المياه، أي شيء يمكنكم التفكير فيه تم استهدافه، تم استهداف الدفاع المدني، الإسعافات، سيارات الإسعاف، وبالتالي مستوى الدمار غير مسبوق بتاتا. هم لا يستهدفون المباني فقط، أيضا المدنيين، المرضى، الأطفال وكبار السن.
ونتيجة لهذا الدمار الهائل والتعليمات التي قدموها للناس، لدينا إزاحة جماعية غير مسبوقة. لدينا 1.6 مليون شخص انتقلوا من مناطق مختلفة من قطاع غزة، خاصة من الشمال إلى الجنوب، وتركزوا في منطقة صغيرة جدا في رفح والمواسي التي لا تتجاوز 40 كيلومتر مربع. بالنسبة للمجاعة والجوع، هنالك فرق بين المجاعة والجوع. حين توجهنا محكمة العدل العليا الإسرائيلية للاعتراض على blockade of Gaza and how حصار قطاع disastrous غزة it is وكيف أنه كارثي للمدنيين، النائب العام العسكري الذي مثل الدولة يجب قال أنه لا يمكن أن يقلق أي شخص بالنسبة للمجاعة في غزة، فنحن نحتسب كل سعرة حرارية يتناولها كل غزي. وبالتالي Right now, I mean, they are starving people. This is الآن هنالك not, أشخاص this is deliberate, يعيشون في intentional, جوع. and they mean it. هذا They want to starve ليس people. صدفة، هم هذا متعمد، هم يريدون من تجويع الناس. هذه جريمة أيضا كبيرة أخرى، People لأيام لا يتناول الأشخاص الطعام. الطعام هنا لا يعني أي طعام طبيعي، الطعام هنا مجرد خبز، نحن نتحدث عن الخبز. don't have لا bread. يتوفر للناس الخبز بكل بساطة. ويمكنكم النظر إلى أطفالكم، إلى زوجاتكم، ولا يمكنكم القيام بأي شيء، لا يمكنكم حمايتهم، ولا يمكنكم توفير حتى قطعة خبز لهم. هنالك بعض الناس الذين انتظروا 3 أو 4 أيام قبل أن يتناولوا قطعة خبز. هنالك ناس يتناولون علف الحيوانات، وهنالك ناس يتناولون الأعشاب البرية. هذه المجاعة غير مسبوقة، هذا عار كبير على الاحتلال. لدينا الدمار، لدينا عمليات النزوح كبيرة، ولدينا أيضا التجويع الذي يجري، عدد حالات القتل والإصابات أيضا. لم أفكر أبدا أننا سنصل إلى هذه المرحلة. نحن غزة نتحدث عن 2.4 مليون شخص فقط، وفي بعد مرور 173 يوم لدينا 37 ألف قتيل. كنت أتحدث مع أحدهم بالأمس، قال أعتقد أن الذين قتلوا هم محظوظين لأنهم لم يعانوا، من زالوا على قيد الحياة هم الضحايا. وبالتالي قتل 37 ألف شخص غير كافي بالنسبة لهم. وأريد أن أذكر الجميع أنه لدينا 85 ألف مصاب، وثلثهم بكل تأكيد سيموتون بكل تأكيد. وبالتالي نحن نتحدث عن 25 ألف شخص إضافي سيموتون عاجلا أم آجلا. نحن لا نتحدث عن عشرات الآلاف الذين بترت أطرافهم، خاصة النساء. ومن بين أمور أخرى، لدينا حوالي 8 إلى 10 آلاف شخص موتى تحت الركام دون التمكن من الوصول إليهم. وبالتالي كمية القتل مهولة جدا، وأنا أخشى بأنني غير دقيق في الأرقام التي أقدمها، وأعمل وأصلي بأن الأرقام هذه تتوقف على هذا المستوى، لأنه من أنها أعلى بكثير من ذلك.
بالتالي 74% من الذين قتلهم أو أصابهم الجيش الإسرائيلي هم أطفال ونساء، وهذا ليس بالصدفة، هذا متعمد ومقصود، وهم يقصدون ذلك وهم يعرفون ما أنهم يقومون بذلك، وهم لا يحاولون تجنب هذا الموضوع. وبالتالي إسرائيل لم تترك أي مادة من معاهدات جنيفا والقانون الدولي لم دون أن تنتهك، وهم بكل بساطة يستهدفوننا، نحن يستهدفون المدنيين والأهداف المدنية. أنا لا أعرف لماذا يقومون بذلك. هذا الجيل الذي يقاتلهم الآن هو جيل حرب 2008، حرب 2012، حرب 2014، سيرات العودة الكبرى ب 2017، 2021، 2022، وأيار ألفين وثلاثة وعشرين. هذا جيل عاش الحصار. لم نستسلم، لم نفقد الأمل، وبذلك ومع هذه الحرب حيث مئات العائلات بأكملها مسحت عن هذه الأرض، حين تكون هذا الكم الكبير من النساء والأطفال قتلى، هذا الكم المهول من الدمار والنزوح والجوع والتجويع هم يدفعون الناس إلى الجدار، ولا يوجد لديهم ما يخسرونه. ما تقوم به إسرائيل هو قبيح، وأقبح ما فيه هو وهو ليس بسر، هو أمر ليس الغزيين من يعرفونه، بل هو يتم نشره على الهواء مباشرة، والعالم كله يشاهد ذلك ويعرف ذلك. أن وحكومات الغرب هذه بكل بساطة لهذه اللحظة لا تزال تدعم إسرائيل بالأسلحة، بالمال، بالغطاء السياسي والقانوني، الحكومة الأمريكية، بعض الحكومات الأوروبية متواطئة، نحن يتم قتلنا بأسلحتهم وبتواطئها مع إسرائيل وبحماية إسرائيل لغاية هذه اللحظة، فهم يجعلونها تشعر بالحصانة، وبأنهم لا يمكن أن يخضعهم للمساءلة. powerful powerful message from Raji. رسالتنا من راجي شعوان، هل يمكن أن توضح لنا مسؤوليات دول الطرف الثالثة، خاصة بعد أن قدمت محكمة العدل الدولية التدابير الأولية والتي انتهكتها إسرائيل؟ عذرا، بداية أود أن أشكر بيسان وعلماء لأجل فلسطين لتنظيمهم هذه الندوة. بعد ما استمعنا لراجي وأمجد، أود أن أسلط الضوء على بعض الأمور قبل الإجابة على السؤال الذي أشرت إليه. حين نتحدث
نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني، نحن نتحدث عن الشعب الفلسطيني بأكمله، ليس فقط من يعيشون في قطاع غزة والضفة الغربية. الوضع، هي قضيتنا لم تبدأ في 7 أكتوبر، بل بدأت قبل ذلك بكثير. 75% من الفلسطينيين في قطاع غزة هم لاجئين، أمهاتهم وآبائهم وأجدادهم تم تهجيرهم من أراضيهم ومن بيوتهم في العام 1948 و 49. هذه هي الحالة. وحين يقوم القادة الإسرائيليين أو الفلسفيين الإسرائيليين أو المسؤولين الإسرائيليين أو المفكرين الإسرائيليين حين يقولون بما حين يتناولون الديموغرافيا، و الديموغرافيا هي من المخاطر الرئيسية، ويبدأون بتقديم الوصفات لما نقوم به. البعض منهم سيتناول موضوع الوفيات وحالات القتل وإبعادهم، هذا جزء من الفكر، لأن الإسرائيليين لم يعترفوا في الشعب الفلسطيني لغاية هذه اللحظة. حتى اتفاقية أوسلو لا يوجد أي كلمة عن الشعب الفلسطيني وتقرير المصير وحقه بتقرير المصير أو عن الاحتلال، لا يوجد أي كلمة عن ذلك. بالتالي هم لم يعترفوا بنا كشعب. والمشكلة هي هنا، أن النقطة الأخيرة هي أن الفلسطينيين لا يوجد لديهم أي مشكلة مع اليهود. المشكلة الفلسطينيين هي مع الكيان السياسي، الحركة الصهيونية. هذه هي الحالة هنا، هذه هي الحالة. هو ليس صراع ضد اليهود، لا، وهم لا علاقة لهم باليهود، وهذه نقطة أساسية أو أردت تسليط الضوء عليها. فيما يتعلق بالقضية، المحكمة قررت بشأن التدابير الأولية، هنالك 6 تدابير، وأمرت بها. ومحكمة الجنايات الدولية هذه أعلى محكمة في العالم، هذه أعلى نظام قانوني أو قضائي في العالم، وبالتالي قرارات هذه المحكمة يجب أن تكون تنطبق، ويجب تأييدها بشكل مباشر من كافة الدول. وحين يتعلق الأمر في أساس الاتفاقية مثل المعاهدة في هذه الحالة، معاهدة ضد الإبادة السمعية، فعلى كافة الدول الأعضاء في هذه المعاهدة. هذه المعاهدة هي قانون عرفي، لا ينطبق فقط على الأعضاء، بل ينطبق أيضا على من هم غير أعضاء في هذه الاتفاقية، لديهم التزام باحترامها وتنفيذها. هنا هذه هي القضية أمامنا. وحين نتحدث عن الالتزامات وتنفيذها، هو لا يتعلق فقط بالطرف الذي يرتكب الجريمة أو في الطرف الذي تطلب من المحكمة القيام ببعض التنفيذ. الأطراف هي مسؤولة وعليها تقع عليها مسؤولية. أنا أتحدث عن كافة الدول الأعضاء والدول الطرف الثالث. ما هي الالتزامات هذه؟ حين يكون لدينا أي جرائم دولية أو مخالفة للقانون الدولي، الدول الأعضاء أمامها مسألتين القيام بها، ودور عليها أيضا القيام بتدابير، ودور إيجابي وتقدمي. ومن هذه الأدوار التي يمكن بها القيام بها هي المساعدة في وقف الجريمة التي تحصل، الوقاية، التدابير الوقاية التي عليهم اتخاذها، أو أكثر من ذلك تنفيذ العقوبات بحق من يرتكب هذه الجرائم. هذه ركائز أساسية في القانون الدولي. حين
يتعلق الموضوع بجرائم مخالفة للقانون الدولي مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية. وبالتالي وهنا الوقاية يجب عليها، على هذه الدول اتخاذ التدابير. نحن لا نتحدث عن الدعوة والإدانة، بل يجب اتخاذ تدابير، القيام بالعمل لوقف الجريمة التي ترتكب. هذه هي المسألة الرئيسية. لدينا على سبيل المثال يجب علينا وقف تجارة الأسلحة مع هذه الدولة. تجارة الأسلحة هي من المسائل الأساسية. أيضا هنالك تدابير اقتصادية يمكن تنفيذها، تدابير دبلوماسية، تدابير أخرى، حتى بما في ذلك أيضا التدخل بشكل مباشر. وأريد هنا أن أشير، ما يحصل في اليمن هو من وجهة نظري، ما يحصل من اليمن هو جانب من تنفيذ القانون، ولكن ما يحدث في اليمن هو لا يجب استهداف كافة السفن أو السفن الحربية هناك. التجارة الدولية يجب أن تكون حرة، ولكن كل ما يتعلق بإسرائيل وتغذية إسرائيل عسكريا أو اقتصاديا، هذا جزء من الضغط على إسرائيل، هذا جزء من الأعمال التي يمكن القيام بها. وهنا على كافة الدول الطرف الثالث لديها مسؤولية، وهي مسؤولة ليس فقط مثلا الولايات المتحدة، روسيا، أين التدابير الروسية؟ أين التدابير التي تتخذها فرنسا، ألمانيا؟ أين العالم كله؟ أعتقد ما نفتقده هنا في هذا النزاع هو العمل. لا يوجد أي عمل متخذ، وبسبب عدم اتخاذ أو القيام بأي عمل على مدار 76 عاما مضت، إسرائيل تشعر بأنها تتمتع بالحصانة، بأنها فوق القانون. بكل بساطة، إذا لم يكن هنالك أي مساءلة ولا يخدعك أحد للمساءلة على جرائمك، فإنك ستكرر هذه الجرائم. هذه من أمجديات وبديهيات الحياة. حتى الجرائم العادية، إذا لم يتم مساءلة المجرم على جرائمه، فإنه سيكرر هذه الجرائم مرارا وتكرارا، وهذا ما يحصل مع إسرائيل فعليا. حين نطالب بالمساءلة لا أحد يستمع إلينا. والأكثر من ذلك، كنا نقول للجميع، تحديدا الألمان، كنا نقول لهم لا نريد للتاريخ أن يكرر نفسه وأن يعيد نفسه، لا تسمحوا للتاريخ بتكرار وإعادة نفسه. وكنا نقصد ذلك ولا نزال نقصد ذلك، ولكن لم يتخذ أي تدبير. وهذه من المشاكل الرئيسية، لم تقم بأي دولة بأي تنفيذ أي التزاماتها بموجب القانون الدولي، قانون الإنسان الدولي، قانون حقوق الإنسان الدولي أو أي قانون دولي. وباعتقادي هذا ما يشجع إسرائيل على مواصلة ارتكاب جرائمها وتجاهل قرار محكمة العدل الدولية، محكمة الجنايات الدولية فيما يتعلق بالتدابير التي يجب اتخاذها. بل والأكثر من ذلك، كثفت من جرائمها، وحين توجهوا للمحكمة كان أول توجه لهم هو أن ترفض المحكمة الدعوة، وبالتالي كان أملهم أن ترفض المحكمة الدعوة، ولكن حين قررت المحكمة أنه لديها الصلاحية، رأينا كيف نتنياهو، كيف كان رد نتنياهو وتصريحه وكثير من التصريحات سموتريش وغيره ومعاداة السامية وكل هذه الأمور. باعتقادي إذا لم يكن هنالك مساءلة فإن الجرائم ستستمر. إذا
لم يكن هنالك احترام بالالتزام بموجب القانون الدولي وبكافة فروعه من قبل الدول الطرف الثالث. أرى بأننا سنصل إلى مرحلة حكم الغاب وليس حكم القانون، وهذه هي الحالة. وما يحدث هنا هو غير مسبوق، وحين أقول غير مسبوقة أنا أقصد ذلك بحذافيرها. أريد أن أسمع من أي مؤرخ، أي قانوني، أن يقول لي شعوان يجب عليك قراءة هذا الكتاب أو غيره. أنا لا أتحدث فقط على النطاق، بل على طبيعة الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة. ما يحدث في غزة هو غير مسبوق. أعطوني حالة واحدة يتم فيها استهداف المنشآت الطبية بما في ذلك المستشفيات، الأطباء، الموظفين أو طواقم المستشفيات، يتم استهدافهم بشكل ممنهج ومقصود لتدمير القطاع الصحي بالكامل. سوى ما يحصل هنا في غزة، أنا أقرأ وأشرح وأشاهد وأعرف أنه في بعض المناطق وفي بعض النزاعات ربما يتم استهداف المستشفيات ويقال بأنها آثار جانبية، ولكن يكون الاستهداف ليس مثل الاستهداف الإسرائيلي. يستهدفون المدنيين بشكل ممنهج ومقصود، استهداف الأطفال واستهداف المباني السكنية. لماذا؟ ربما لأن فرد من أفراد تلك العائلة هو عضو من حماس أو الجهاد الإسلامي أو غير ذلك، فيتم قتله مع عائلته. أين هذا؟ أين القانون من هذه الممارسة؟ ما يحدث في هذه الأيام هو فقدان الأمل. الناس يفقدون الأمل في كل مكان بأن القانون الدولي هو فاشل. المشكلة ليست في النص، بل بالرغبة السياسية، الاحترام للقانون، بتجنب المعايير المزدوجة، التنفيذ المختار. لأن كل لدينا كل ما كل شيء يكون لدينا فيه ازدواجية في المعايير، هكذا نقضي على المبادئ. هذا ما يقلقنا وما يخيفنا. وهنا لا من وجهة نظري يمكن القول بأن النظام الدولي فشل في حالة غزة، فشل في الحماية، فشل. المشكلة ليست في النصوص، نحن نعرف النصوص جيدا، بل المشكلة في أن النظام فشل. والنظام هذا فشل بعد الحرب العالمية الثانية، وهي ربما حان الوقت لإعادة التفكير بالنظام وإصلاحه بطريقة أخرى. و إحدى هذه الطرق، كيف يتم استخدام الفيتو لرفض تناول جرائم دولية؟ كيف يحصل ذلك؟ أين هذا؟ كيف يحصل ذلك؟ مسألة أخرى، حتى دول الطرف الثالث تحديدا في الغرب، الحكومات، أنا لا أتحدث عن الشعوب، أنا أتحدث عن الحكومات، لأنه حين أنظر إلى المجتمع الدولي، أنظر إليه بأنه مجتمعين، المسؤولين والعامة. أنا لا أتحدث عن العامة، أنا أتحدث عن المسؤولين أو النظام الرسمي تحديدا في الغرب. أعتقد أن الدول الغرب وضحت ثقافتها، لا يزال لديها جذور متأصلة بثقافة الثقافة الاستعمارية. هذا واضح حين أعطوا نتنياهو الضوء الأخضر للهجوم والقيام بأي شيء يريده، ودعموا إسرائيل، ولكنهم لم يقولوا أي كلمة
فيما يتعلق بأن ما يحدث ضد الفلسطينيين هو إبادة جماعية. ما هذه القيم؟ ما قيم حقوق الإنسان هذه؟ حين أسأل المسؤولين الغربيين وغيرهم، أنا لا أطلب منهم، لا أطالبهم بأهداف أخلاقية، بل أحاول إيقاظ وعيهم البشري، لأنهم لا يوجد لديهم أي ضمير بشري، ويحاول إيقاظ ضميرهم البشري، ضميرهم فيما يتعلق بهذه القيم إذا كانوا يؤمنون بها. هذه قيمهم، القيم الإنسانية، أين هي هذه القيم؟ حتى الناس الذين، حتى الناس المحتجين، هم لا يحتجون ضد الفلسطينيين، بل يحتجون لأجل مبادئ وقيم العدالة، المساواة. أعتقد أنهم دمروا كل هذه المبادئ. الوضع قبل غزة ليس كما هو بعد غزة. يجب علينا تناول كثير من الأمور والنقاط الاستراتيجية، ويجب أن نقف على الطريق السليم فيما يتعلق بالقيم. باعتقاد هذه لحظة تاريخية، أين تقفون؟ هل أنتم تقفون خلف الجانب الصحيح أو الجانب الخاطئ في التاريخ؟ وهنالك الكثير من الدول والمسؤولين في تلك الدول وقفوا خلف الجانب الخاطئ، وأعتقد أنهم سيدفعون الثمن مستقبلا. وأنا لدي أمل كبير، أنا أملي في الشعب، ليس فقط الشعب الفلسطيني بل كافة شعوب العالم. هذا لن يساعد إسرائيل ولن يخدم إسرائيل، ما تقوم به الحكومات ولا يخدم. هذا يجذر الكراهية ضد إسرائيل وضد كل هذه الدول. هذا لن يساعد. ما سيساعد هو أن نقول أن هذا خاطئ أو هذا صحيح، ومحاسبة المجرم. هذا من وجهة نظري، هذا فيما يتعلق في السؤال الأول الذي سألته أبي. لا أعرف إن تجاوزت الوقت أم لا. بالعكس، هذه معلومات قيمة ونشكرك عليها شعوان. وفي الواقع هذا يعيدنا إلى سؤال رجل، السؤال الثاني الذي وجهته إلى رجا. هل يمكن للقانون الدولي أن يحقق العدالة للفلسطينيين؟ نسمع رأي رجا في هذا الموضوع. Obey, I think أعتقد أبي أن القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان هو ليس اختراع فلسطيني، هو نتج عن النخبة من التجربة البشرية، وهو موجود ليتم احترامه وتنفيذه. الغرب الغرب فكره عنصري واستعماري، وهم متواطئين في الجرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني. هم جميعهم مسؤولين دون أي استثناء. في أوكرانيا الغرب وقف ضد روسيا ودعم أوكرانيا، الاجتياح والاحتلال، لأن روسيا احتلت واجتاحت أوكرانيا. الغرب أكمله بقيادة الولايات المتحدة والناتو، وقفوا بصرامة وقالوا لن نسمح أن يحدث ذلك. الأوكرانيين محتلين وتم اجتياحهم، ولديهم شعب لديه حق تقرير المصير، وبالتالي لديهم الحق بمقاومة هذا الاحتلال، ونحن سندعمهم بكافة الطرق والوسائل بما في ذلك الأسلحة.
الأوكرانيين لديهم الحق بالمقاومة المسلحة من بين أمور أخرى، وطالبوا الأوروبيين والأمريكيين الأحرار بأن يذهبوا إلى أوكرانيا وانضموا للمقاومة. قالوا نحن لسنا راضين بذلك، بل نحن سندعم أوكرانيا بالمال، بالأسلحة، وبكل قوتنا الدبلوماسية و على الجبهة القانونية، والناتو دعمهم 100%. هذا كان، تنفذوا عقوبات ضد روسيا، 7 موجات من العقوبات ضد روسيا، وفعلوا المحكمات الجرائم الدولية، وخلال سنة واحدة تمكنوا من إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس بوتين، قبل بضعة أسابيع صدرت مذكرة أخرى ضد مسؤولين روسيين آخرين. إذن لماذا الغرب فجأة أصبح على دراية بمفاهيم الاجتياح والاحتلال، الشعب الأوكراني من مقاومة الاحتلال الروسي؟ لدينا في فلسطين احتلال مطول، النسخة القصيرة منه هي 57 عام، والنسخة الطويلة منه هي 75 عام. منذ المجتمع الدولي اختياري ويعاني من الانفصام، فهو يسيس القانون الدولي. 400 طفل أوكراني 16 هزوا العالم، طبعا حق ذلك، ولكن 16,000 طفل فلسطيني لا يعني أي، للعالم لا يعني شيء. المشكلة هي أننا نحن كفلسطينيين تعلمنا الكثير، وحاولنا استخدام ما صدر عن التجربة المصرية، استخدمنا القانون الدولي وأدوات القانون الدولي بشكل مهني، واعتقدنا أن القانون النظام القانوني الإسرائيلي يلعب غطاء، يوفر غطاء قانوني للجرائم التي تحدث. ثانيا، حين بدأنا باستخدام الصلاحيات الدولية العالمية، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، الولايات المتحدة، السويد، سويسرا، تم توقيفنا من خلال التدابير الإدارية والتشريعية، ولم نتمكن من استغلال القانون لاعتقال حرب الإسرائيليين. وعندما توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية، كانت معركة قانونية صعبة، ولكن تمكنا من ذلك، وتم فتح التحقيق في أحداث آذار 2021، وأحضروا السيد كيفي، ولم يحرك ساكنا منذ ذلك. قام بحركة المحكمة ولم يحرك ساكنا منذ ذلك، ولم يقم المدعي العام بتحريك أي ساكن بسبب ضغوط سياسية من المملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها. توجهنا إلى محكمة العدل الدولية، وهنالك إدارة تشريعية
في كل دقيقة تمر هنالك مواطنين يتعرضون للقصف والقتل، ومنازلهم تتعرض للتدمير، ويعانون من يواجهون إزاحة وتجويع وتهجير، وتم تدمير 80% من قطاع غزة. القانون الدولي موجود، ولكن أين المجتمع الدولي؟ المحكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وضحت بكل بساطة وجود سيادة أخلاقية وقانونية ضد مجرمين الحرب. وبالتالي المشكلة هي ليست في القانون، هي ليست فينا كفلسطينيين، بل هي بالرغبة السياسية لدى المجتمع الدولي. هم متواطئين وهم يريدون من إسرائيل أن تواصل ارتكاب جرائمها ضدنا بمساعدتهم وبتوفير غطاء قانوني وسياسي لهم. شعوان، كافة هذه الدول المتواطئة ومن الجزء الشمالي من العمل، ولكن ومن أطراف العالم، ولكن نعرف أن لهم لديهم القوة. ما هي الطريق للمضي قدما للفلسطينيين؟ كيف يمكن للفلسطينيين تحقيق العدالة من منظور المجتمع المدني؟ باعتقادي أبي، يجب علينا إعادة تقييم استراتيجياتنا كمجتمع مدني. نحن كنا نحاول التركيز على النصف الشمالي من العالم أكثر من النصف الجنوبي، وهذه من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبناها. لدينا حلفاء في كافة أنحاء العالم، ولكن في الجنوب لدينا لم نبلي أي اهتمام أو جهد لهذا الجزء من العالم. ثانيا، أعتقد أننا أيضا لم نعطي وقتا وجهدا كافيا لتعزيز علاقاتنا مع المجتمعات المدنية الأخرى مثل النقابات، في مع الجيل الجديد في الجامعات. هذا أيضا مهم ويمكننا القيام به. يجب علينا أن ننظر على المدى البعيد وننظر إلى المستقبل، أو أن تكون استراتيجياتنا بعيدة الأمد وليست فقط استراتيجيات لنقضي يوما كل يوم بيوم كمجتمع مدني. وعلينا بداية أن نتناول المسائل الرئيسية ونقيم أين هذه نقيم مواقف هذه الحكومات وهذه الدول، وما يمكننا القيام به بشكل مشترك مع المواطنين في هذا البلد وفي تلك البلد. رأينا الملايين من الناس في الشوارع يقفون بقوة وصرامة مع قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان والإنسانية. باعتقادي هذه مسائل مهمة. نحن نعرف وندرك أن الشعوب تكون ذاكرتها قصيرة الأمد، ولكن الآلة الإعلامية الإسرائيلية، الآلة الأمريكية والآلة الألمانية تحاول بناء رواية مختلفة وقصة مختلفة. وباعتقادي أن الرواية هي مسألة مهمة، يجب علينا أن نستغل ونستخدم المصطلحات والكلمات المناسبة بالطريقة المناسبة. ما يحدث هو إبادة جماعية، وهذا النظام باعتقادي هو نظام استيطان استعماري، هو ليس فقط احتلال عادي، بل نحن نفتقد للمسار السليم حين نقول احتلال. لا، نحن يجب علينا حل
العنصرية والفكر العنصري وأنظمة الفكر العنصري والسياسات العنصرية، هذه هي الحالة الموجودة أمامنا، وما يجب علينا أن نقف وراء الحقوق دون أي تنازل عن الحقوق الأساسية، العيش بكرامة، العيش في ظل حقوق الإنسان، العيش في المساواة وتقرير المصير، عودة اللاجئين، هذه أمور أساسية، وأيضا مساءلة ومحاسبة المجرمين، وهذا ما نقصده بكل هذه الأمور. باعتقادي أنه يجب علينا النظر إلى رواياتنا، ما هي المصطلحات التي نستخدمها فيما يتعلق بالخطوات العملية. يجب علينا أن نستغل كافة الخيارات المتوفرة لدينا، بما في ذلك أيضا النظام القضائي على المستوى المحلي في أماكن مختلفة ودول مختلفة لديها. باعتقادي في هذا الوقت نتحدث عن رفع دعاوى لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة، وهذه مسألة أعتقد أنه في الولايات المتحدة، أعرف أنهم استمروا بتزويد إسرائيل بالأسلحة. الولايات المتحدة ليست فقط متواطئة، بل هي جزء من الجريمة. هذه جريمة، هذه حرب ضد مواطنين غزة وضد فلسطينيين. اليوم رأينا لديهم قائمة ب المستوطنين، هم يفرقون بين مستوطن جيد ومستوطن سيء، هذه السياسة التي لديهم، ولكن لا ينظرون إلا أن السبب الرئيسي للمشكلة هي سياسة الاستيطان وما يحدث في الضفة الغربية، وليس أقل ما يحدث ما يحدث في غزة. هنا لا يزال الصمت موجود، هنالك قتل يومي، عمليات هدم يومية، عمليات تهجير للفلسطينيين من مجتمعاتهم هنا وهناك. هذا لا يزال إجراء وجرائم يومية هنا في الضفة، وبالتالي هذا يوضح بأنهم يستهدفون كل الفلسطينيين وليس فقط فئة معينة من الفلسطينيين. ما يحدث في قطاع غزة هي ليست حرب ضد حماس، هي حرب ضد الشعب، هذا أنظر إليها، هي حرب ضد المدنيين الفلسطينيين، هي حرب ضد الفلسطينيين. ما يحدث في غزة، ما يحدث في الضفة الغربية، وما يحدث في ضد الفلسطينيين في داخل إسرائيل، هذه أيضا مشاكل. هنالك اضطهاد ضد الفلسطينيين هناك، لديهم خوف كبير، لم يكن بمقدورهم الحديث. مؤخرا حاولوا بعد 5 شهور، هم يعتقلون كل من يرفع صوته أو يعبر عن رأيه، وبدأوا مع المغنية، مغنية أعتذر عن نسيان اسمها، ولكن بدأوا مع مغنية حين عبرت عن رأيها. وإسرائيل تقوم بذلك علنا، هم لا يختبئون، نتنياهو وحكومته لا يختبئون ولا يخفون استراتيجياتهم طويلة الأمد، وهي القضاء على الوجود الفلسطيني هنا. الفلسطينيين لا يوجد لهم أرض، هم ليسوا بشعب، لا يوجد لديهم حق بتقرير المصير. قالوا بكل هذا، تصرحوا بكل هذه التصريحات علنا، نحن لا نحضر شيء من عندنا، هم صرحوا بذلك علنا. هناك الكثير بالأمور التي يمكننا القيام بها. بداية يجب علينا أن نبدأ من هنا، وأن نشارك ما يحدث مع شركائنا في كافة أنحاء العالم، وأن يكون لدينا نقاشات. يجب أن تبدأ نقاشات حقيقية. وحين يتعلق الموضوع أيضا بمسألة التمويل، أعتقد أنه يجب علينا أيضا إعادة التقييم شراكاتنا، ويجب علينا إعادة تقييم شراكاتنا. نحن نرى ما يحدث الآن في السويد. في السويد كانوا قادة
فيما يتعلق بسيادة القانون وحقوق الإنسان. هم الآن هم لا يطالبون بوقف إطلاق النار، والأكثر من ذلك أوقفوا التمويل أو جمدوا التمويل، لكن مؤخرا أعادوا تفعيل التمويل لفلسطين. والأونروا، الأونروا، مسألة الأونروا هذه مسألة ضخمة، هذا موقف سياسي. دعوني أن أقبل ما أقبل الادعاءات الإسرائيلية. مثلا هل في أمستردام الناس الذين شاركوا مع داعش في سوريا وغير ذلك وكانوا موظفين في بلدية أمستردام، هل كيف سيكون سلوك سيغلقون البلدية؟ ما هذه طريقة التفكير هذه؟ حتى لنفترض جدلا أن إسرائيل ما قالته صحيح، ولكن لغاية هذه اللحظة لم تقدم إسرائيل للجنة تحقيق الأمم المتحدة أي دليل، لم تتعاون معها. هم كاذبون، المسؤولين الإسرائيليين كاذبين. وشاهدنا جزء من كذبهم في 7 من أكتوبر حين تحدثوا عن أطفال مقطوع رؤوسهم. لماذا نأخذ بالمعلومات التي تقدمونها مسلمة؟ يجب أن نطلب من المحكمة الجنائية، لماذا لا يطلبون من المحكمة الجنائية الدولية أن تحقق في هذه المسألة؟ تنظف حماس وما إلى ذلك، ولكن يجب أن يكون هنالك نظام مسؤول ونظام قانوني. لا نعتمد على المعلومات الإسرائيلية فحسب، بل يكون هناك تحقيق لنسمح بلجنة التحقيق الدولية بالدخول. لديها صلاحية هنا، لديها صلاحية على الجرائم أو الانتهاكات المرتكبة هنا وهناك، وهذه مهمتها الرئيسية. وأي استهداف للمدنيين، أي مدنيين، هي جريمة. ولكن هنالك فرق بين استهداف مدني لأسباب عادية فهذه جريمة، أو استهداف المدنيين في سياق نزاع مسلح وهذه جريمة حرب. ما يحدث في غزة، ما يحدث في الضفة الغربية، اضطهاد الفلسطينيين في الضفة الغربية، في جنين، في كل مكان، ما الذي يحدث؟ الأسرى الموقوفين الفلسطينيين، ما الذي يحدث معهم؟ أي حدث ذلك؟ حتى الصور التي نراها هذه الأيام، قولوا لي أين يحدث ذلك؟ أين رأيتم أمور كهذه؟ رأيتموها في الحرب العالمية الثانية، وقتها رأينا هذه الأمور. يجب علينا ألا نخجل في أن نقول أن هذا ما يحصل الآن، ويجب علينا مقارنة كل ما يحصل لنسرد القصة الحقيقية ولنتناول موضوع المعايير المزدوجة وازدواجية المعايير. ماذا يحدث في أوكرانيا؟ لماذا ردود الفعل ضد الروسيين أكثر من 700 لو مختلف من التدابير اتخذت؟ ولكن هنا نحن نطلب من 1%، نطالب فقط ب1% من التدابير هذه. لا أريد أن أكرر ما قاله زميلي راجي في خطابه، ولكن في الوقت ذاته لا أزال أحتفظ بالأمل، ولا يزال لدي إيمان قوي بالمستقبل. ولكن للأسف الثمن باهظ، الثمن الذي دفعناه باهظ، وليس هذا يجب أن يكون يطلق كل العالم وليس فقط الفلسطينيين. مثير جدا للاهتمام، ونحن نصل للنهاية. أعتقد أنه لدينا الكثير من الأسئلة من الجمهور والحضور.
سأحاول أن أطلب منك أن تجيب بشكل موجز دقيقة واحدة لكل سؤال إن أمكن، لأننا نريد أن نتناول أكبر عدد من الأسئلة ممكن. السؤال الأول، نحن نعرف بنفس الدعوة في المحكمة العدل الدولية، وهل هنالك دعوات أخرى ضد إسرائيل أو يتم العمل على دعوات أخرى؟ نعم نعم يمكننا أن أؤكد لكم، نعم محكمة الجنايات الدولية هي واحدة. هذه الإبادة الجماعية لن تحدث بدون دعم دول أخرى، تحديدا الولايات المتحدة. ما هي التدابير القانونية لإحضار هذه الأطراف المتواطئة إلى العدالة؟ حاولنا فيما يتعلق بمحكمة العدل الدولية، لأنهم لديهم تحفظ على المادة 9 من ولكن حاولنا استخدام النظام القضائي المحلي في كاليفورنيا في أوكلاند، ولأسباب فنية أسقطت الدعوة لأسباب فنية، ولكن القاضي أعتقد أنه استخدم كلمات قوية في تلك القضية واستأنفنا الدعوة هناك، وسنرى. ولكن فيما يتعلق بالآخرين وما يحدث هناك أيضا، هذه من الأمور التي يجب، حين استهدفنا بايدن، بلينكين وأوستن، أعتقد أنه كان واضح أن كنا من منظورنا أو من منظوري أنا الشخصي أنهم متواطئين وهم جزء من الجريمة، ليس فقط بتوفير الأسلحة. ويمكن أن أقول أكثر من ذلك، نعم هم من منظوري الشخصي هم مجرمين أيضا. سنرى، لا يوجد لدي إجابة محددة. الحكومة الإسرائيلية وضحوا بأنهم لديهم النية بارتكاب جرائم إبادة جماعية، هل هذه يثبت النية؟ باعتقادي هذه طريق طويل لمحكمة العدل الدولية، ولكن من منظوري التدابير الأولية، محكمة العدل الدولية قدموا 40% من الجواب حين قالوا احتمالية وجود إبادة جماعية، وبالتالي لا يوجد لدي شك. أعتقد أنهم سيصدر منهم قرار في هذه القضية. هذا مهم جدا حين نضع الختم في وجههم بأنهم ارتكبوا إبادة جماعية. تتحفظ لم تتحفظ على قانون، على حكم محكمة الجنايات، محكمة العدل الدولية، هم فقط تحفظهم كان على المادة 9، وبالتالي لم يحدث شيء ضدهم. ربما هذا جزء من تفكيرهم، أو بين الألمان قالوا لن نعيدها، ربما قصدوا فقط لن نعيدها ضد الإسرائيليين وليس ضد الفلسطينيين، ربما هذا ما قصدته ألمانيا حين قالت لن نكررها، لا بأس أن نكررها ضد الفلسطينيين ولكن لن نكررها ضد الإسرائيليين. هكذا أنظر إلى هذه الأمور. أعتقد أن محكمة الجنايات هي يجب عليها أيضا أن تعمل، لا يمكنها تجاهل أي إجراء قانوني ضد جريمة إبادة جماعية. إذا أردت أن إلى جانب الإبادة الجماعية، لدينا جرائم ضد الإنسانية، هذه مسألة ضخمة أيضا، جرائم حرب، وهذه مسألة كبيرة. باعتقادي هنالك قضايا، أمل وأتمنى أن
أرى شيئا يتحقق قريبا أو في المستقبل القريب. لدينا سؤال بالنسبة لتعذيب الأسرى، سمعنا شهادات من من تم إطلاق سراحهم إلى قطاع غزة بعد اعتقالهم في المحتجزات أو مراكز التوقيف الإسرائيلية. ما رأيك بذلك؟ نحن نتابع هذه المحاول للتوثيق، هذه مسألة كبيرة أيضا، لكن أعرف أن هنالك مؤسسات أخرى تقوم بمتابعة هذه المسألة وتعمل على هذه الحالات بشكل جيد. لا أكون صريح معك أبي، أحيانا أتساءل مع نفسي، أعتقد أن إسرائيل لا يزال في العام 1948، هم لا زالوا عصابات، ليست دولة، عصابات. هنالك بعض الحدود التي لا يمكن تجاوزها، هكذا كنت أعتقد. لا أعرف إذا كانت إن الثقافة الإسرائيلية والفكر الإسرائيلي كان جيدا، ولكن لم أتفاجأت، لم أتوقع أن يصلوا إلى هذه الحدود. هم لم يتصرفوا كدولة، لم يتصرفوا ضمن حدود، حتى في معاملتهم للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حتى فيما حدث بعد في السابع والثامن وما بعد ذلك، هو لم يكتمل بعد. القصة لا تزال ليست موثقة بشكل جيد. هذه رسالة للصحفيين، رسالة للأكاديميين الإسرائيليين، للمؤسسات حقوق الإنسان الإسرائيلية، يجب عليهم توثيق ما حصل مع العمال. آلاف العمال كيف قتلوا؟ من or the Israeli army. What's happened to them? ما الذي قتل؟ ما الذي حدث مع الذين اعتقلتهم الشرطة؟ نتحدث عن 1200 قتلوا، لكن نحن نتحدث أي استهداف للمدنيين؟ هذه جريمة في القانون، في القاموس، هذه جريمة. نحن لا نختار الرهائن المدنيين، يجب إطلاق سراحهم أيضا. ولكن حين يتعلق الموضوع بجنود فهذا مسألة أخرى، هم أسرى حرب، وإسرائيل في قالوا أنها أسرى حرب، ومن ثم اختلطت الأمور لديهم. لماذا خلطتم هذه الأمور؟ هذه مسائل يجب للناس أن يفهموها، واللغة التي أيضا. شكرا شعوان، أعتذر للجمهور، لن نتمكن من تغطية كافة الأسئلة، ولكن سنحاول إرسال الأسئلة للمتحدثين وللحصول على إجاباتهم، وسنضع إجاباتهم على الموقع الإلكتروني. رسالة أخيرة من رجا السوراني، سألته ماذا تريد من جمهورنا، ما هي الرسالة التي تريد من جمهورنا أن يحملها؟ Yeah, maybe Amy. نحن ربما في أسوأ مرحلة في تاريخنا فيما يتعلق بمستوى القتل والدمار والدماء، ولكن أنا لدي إيمان بأننا أثبتنا بأننا جذورنا متأصلة هنا، وسنستمر هنا، ولن تزيحنا أي قوة على وجه الأرض عن هذه الأرض. إذا كانت كل هذه القوة وكل هذا القتل والدمار والتهجير تمت ممارسته على مر 173 يوم لم ينجح، فإنه لن ينجح أبدا. نحن أقوياء لمواجهة هذا الاحتلال المجرم، ولكن بكل تأكيد نحن أقوى
بكثير بفضل الدعم من الشعوب الحرة في العالم، الشعوب الذين نعرف أنهم يقفون إلى جانبنا ويقفون إلى جانب قضيتنا المحقة ويقفون ضد كل هذه الجرائم المرتكبة من الاحتلال المجرم. نحن على الجانب المحق من التاريخ، ولن يتمكن أي أحد من نزع هذا الأمل من قلوبنا وعقولنا. سنستمر، سنحافظ على تفاؤلنا، ونحن نعرف أنه في يوم ما سنفوز. شعوان، كيف يمكن للناس دعم فلسطين والمجتمع المدني الفلسطيني؟ باعتقادي بدعم الفلسطينيين فأنتم تدعمون القيم العالمية فيما يتعلق بالعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، وأيضا الوقوف خلف قيمكم، وليس فقط دعم الفلسطينيين، بل نحن أنتم لا تقفون فقط مع الفلسطينيين، بل تقفون مع القيم الصحيحة. من وجهة نظري، باعتقادي أن الصهيونية هي معادية للسامية، وهذا ما أعتقده. نحن نحتفظ بالأمل والمستقبل، في المستقبل ستكون هنالك العدالة دون أي أدنى شك. حقوق الإنسان ليست بنزهة وليست وظيفة، بل وأعتقد أن الكرامة والحقوق تستحق أي ثمن يتم دفعه لنتمتع بها. هذا ما أريد أن أقوله. أعتقد أن حان الآن الأوان للعمل بشكل جماعي، ويجب علينا التفكير على المستوى العالمي، ليس فقط للفلسطين والفلسطينيين. يجب علينا أن نقف مع كافة الضحايا وكافة المضطهدين من أنظمة قبيحة وفكر قبيح. شكرا لكم. شكرا شعوان، شكرا راجي الذي لم يتمكن من الانضمام إلينا اليوم، أمجد الموجود في غزة، ونحن نسمع الآن هنالك قصف مكثف في منطقة الوسطى. شكرا للجمهور، شكرا للجنة التوجيهية لبيسان. نحن لا يوجد لدينا الحق بالاستسلام. نعم، بكل تأكيد، كما قال راجي، نحن حجارة هذه الأرض. نذكر الجميع ونشجعهم وندعوهم للمحاضرة المقبلة التي ستكون في 17 نيسان. سيكون لدينا البروفيسور ديفيد مامفورد من جامعة براون وهارفارد. محاضرته ستكون بشأن هل سيكون لدينا روبوتات ذكية بالكامل قريبا. يمكنكم التسجيل للمشاركة في هذه المحاضرة، ونأمل أن تتوفر أيضا لدينا الإجابات للأسئلة الأخرى التي لم يتيح لنا الوقت الإجابة عليها. شكرا لكم جميعا، وأسفكم.